السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم انا وهي والنجوم. ارجو من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا ولكي يصلكم كل جديد. وفقنا الله ووفقكم الى ما فيه الخير. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تعرف على الجانب المظلم فيك من خلال برجك. الجانب المظلم لبرجك نقصد به الأشياء السلبية التي يمتاز بها برجك الفلكي. في أغلب المقالات أو الفيديوهات نتكلم فقط على الجانب الجيد التي تميز به كل برج، وأغلبها تكون جيدة. اليوم وفي هذا الفيديو سوف نبرز لكم الأشياء السيئة والسلبية التي يمتاز بها برجك الفلكي. برج الحمل. يميل أصحاب برج الحمل إلى الإلحاح على الأمور باندفاع وبطريقة متسرعة جدا، وإذا لم تكن الفكرة واضحة لهم تماما فلا يهتمون لذلك، كما أنهم يميلون أيضا إلى أن يكونوا غير ناضجين. برج الثور. مواليد برج الثور متملكون وماديون، وفي بعض الأحيان غير مجيدين، وينبغي أحيانا تعلمهم تطبيق أبسط قواعد التصرف باللياقة. إنهم عنيدون، ويمكن أن يميلوا أيضا إلى أن يكونوا كسولين، وفي الوقت نفسه هم راضون عن أنفسهم. برج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء يمتلكون عدة شخصيات في شخصية واحدة، ومن الصعب جدا فهمهم، ولا يمكن معرفة أبدا ماذا نواجه عند التعامل معهم، فهم لديهم اهتمامات عديدة ومختلفة، ويميلون إلى اعتبار أنفسهم أسياد جميع الناس. برج السرطان. أصحاب برج السرطان هم في الواقع سلطعون البحر، لسبب منطقي أنهم لا يتركون بسهولة المنطقة التي يشعرون فيها براحة تامة وأمان، كما أنهم يميلون بسرعة إلى الشعور بالإهانة. برج الأسد. يميل مواليد برج الأسد إلى أن يكونوا ساحرين وودودين، ويحبون أن يكونوا أكثر من ذلك أيضا، فهم يتطلبون الاهتمام الدائم ويريدون أن يكونوا مركز الاهتمام في كل الأمور. أصحاب برج الأسد يريدون أن يدور كل شيء حولهم. برج العذراء. كن على حذر حين تكون برفقة مواليد برج العذراء، لأنهم يميلون إلى الحكم على الأمور بشكل أكثر من أصحاب الأبراج الأخرى، كما يجدر الانتباه إلى ابتسامتهم العريضة لأنها قد تخفي أمورا غامضة ربما لا تود معرفتها. برج الميزان. مواليد برج الميزان مترددون، ويقضون الكثير من الوقت في الاستعداد ودراسة أصغر تفاصيل الأشياء، وهم من النوع الذي تجده في السوبر ماركت يحمل زجاجتين من الكاتشب لقراءة
ما كتب على المرصق؟ برج العقرب. يميل مواليد برج العقرب إلى التعبير عن الاحتقار عموما، وبالنسبة إليهم يعتبر المزاج السيء هو القاعدة العامة لاتباعها، وإذا كانوا أشخاصا شغوفين إلا أنه يمكنهم أن يتلاعبوا بعواطف الآخرين، كما أنهم فخورون أكثر من اللازم بأنفسهم. برج القوس. من المعروف أن مواليد برج القوس صريحون للغاية، ولا تخلو صراحتهم أحيانا من قلة الذوق، ويميلون إلى أن يدعوا معرفة كل شيء، وهذا يثير إزعاج الآخرين. برج الجدي. مواليد برج الجدي يميلون إلى التحكم والسيطرة، ولا يسيرون التيار أبدا، وفي كثير من الأحيان يستغلهم الناس لنشر الإشاعات والأمور السلبية. برج الدلو. يعتقد مواليد برج الدلو أنهم أذكياء ومنطقيون، واعتقادهم هذا يقودهم إلى الحكم سريعا على الآخرين، وغالبا ما يقدمون أيضا نصائح جيدة، ولكن نادرا ما يأخذ بها أحد. كما أنهم يقضون الكثير من الوقت وهم يعيشون داخل عقولهم، حتى أنهم يبدون منفصلين تماما عما يدور حولهم. برج الحوت. يفتقد مواليد برج الحوت إلى التوجيه، كما أنهم يميلون إلى طلب الأمور المستحيلة، ومع أنه يفترض أن يكونوا الأكثر حكمة من مواليد الأبراج الأخرى، إلا أنهم يتصرفون في كثير من الأحيان بما يشبه السذاجة. شكرا للمشاهدة. أرجو فيديو اليوم أن يكون نال أعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد، فضلا وليس أمرا. لايك للفيديو، تعليقك يسعدنا، مشاركة للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليستفيد الآخرين. تحياتي لكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. تصبحون على ألف خير. شكرا للمشاهدة. تنويه هام: الأبراج مجرد تسالي، ولن يعلم بالغيب غير الله سبحانه. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى ابداء رأيك على الفيديو بتعليق، ولا تنسى تفعيل الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد.